للمغرب ومصر رصيد عاطفي وتأثير حضاري متبادل كشف عنه هذا الاحتفال بمناسبة تربع الملك محمد السادس على العرش في الذكرى 24. عبر فيه الحاضرون عن تهانيهم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس مع تمنياتهم للمغرب بالازدهار والتقدم تحت قيادته. كنبارك لصاحب الجلالة محمد السادس على جلوسه على العرش، كنبارك للشعب المغربي وكنبارك لنا حنايا، لان هذه بالنسبه لنا فرحه كبيره وسرور كبير. بهني الشعب المغربي وبهني معالي سفير المغرب في جمهوريه مصر العربيه بمناسبه عيد جلوس الملك محمد السادس على العرش. كانت كذلك فرصه لاستحضار مضامين العميقه لخطاب صاحب الجلاله، خاصه ما تعلق منها بالجديه كمنظومة قيم وكوسيلة لتحقيق ما يصبو إليه الشعب المغربي. وحضر عدد من الوزراء في الحكومة المصرية وممثلي السلك الدبلوماسي الأجنبي والعربي المعتمد بمصر وممثلي منظمات وهيئات إقليمية ودولية وبرلمانيين وشخصيات من عالم المال والأعمال والثقافة والفن والسياسة وممثلي الجالية المغربية. وتميز هذا الحفل بالخصوص بتسليم سفير مصر السابق بالرباط أشرف إبراهيم وسام العرش من درجة ضابط كبير الذي وشحه به جلالة الملك بعد انتهاء مهامه الدبلوماسية. الجانب المصري أشاد بالعمل الذي يقوم به جلالة الملك في النهوض بالبنية التحتية وصون الثقافة والهوية المغربية والإصلاحات الكبيرة التي قام بها المغرب في مختلف المجالات ومستوى التطور الذي تم تحقيقه.